اليوم أريد أحكي الغيرة. الغيرة، لأنه الغيرة هو شعور من شعور الناس وكلنا نشعر به، وواحد ما يعرف شو يسوي بالشعور هذا. مرات واحد ينزعج أنه عنده أشعر بالغيرة، مرات واحد يحقد أو يحسد بدون أصلا شعور. بس الغيرة من وين جاية هي؟ وهالأيام إحنا نشوف ناس يشوفون بالصور على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى البقية إنهم متونسين ومرتاحين وحلوين، وشوفوا يا إيش قد متونسين. بس هم بالحقيقة دي يشوفون الصور اللي هي أحلى لحظة شايفيها، بس هو مو شرط إنه شعورهم هيجي. خلي أحكي لكم قصة. مرة صديقتي أنا أسوي لها فولو بالإنستغرام ورايحة إجازة، وتخلي كل الصور حلوة، وقلت لها واو لما شفتها قلت لها هاي إجازة مبينة كلش تونستوا بيها. قلت لي لا، أنا كنت يعني زعلانة ومنقهورة ومتعصبة الإجازة كلها. قلت لها بس خلتي صور كلش حلوة عجب. قلت لي بس خلى صور حلوة، وهاي تشرح كل شيء. كليتنا حتى أني مرات يكون أني يعني مزعجة وعندي متكئبة ومقهورة، وأخلي صور أضحك بيها على الإنستغرام. هذا شو يسموه أقنعة كلنا نخليها، كلنا نخليها، لأنه ما أعرف منه ما حد يريد يشوف واحد يبكي بالإنستغرام أو باليوتيوب، بس الكل يريدون يشوف واحد يضحك ومتونس وهالأشياء هاي. بس المهم، المغزى من الموضوع إنه لما يشوفون أحد يضحك أو حلوة أو مسافر أو مدري شنو أو ناجح، ما هذا معناه هي الحقيقة. ما معناه هي الحقيقة؟ معناته هو هذا بس أقنعة كليتنا نلبسها، أقنعة. وماكو حاجة لا نغار من الأقنعة ولا نحاول تقليد الأقنعة، لأنه هي أقنعة مو هي حقيقية بالبداية. So شلون واحد يتعامل لما يكون شعور الغيرة عنده؟ صار أني عندي أروح على كل شيء بحياتي، أروح أنه أقول الحمد لله والشكر، أكون أروح على الحمد أنه أحمد أنه ربي، أنه عندي أدي أتنفس وعندي وجه وعندي إيد وعندي قابلية لأتكلم، وأحمد ربي على كل الأشياء اللي عندي إياها موجودة، أوكي؟ وعندي أشياء ما موجودة طبعاً، وأريد أقولها. بس لما هلقد وقعت بحياتي وهلقد انكسر قلبي حياتي، قمت لما أشوف الناس اللي فرحانة وما أدري شنو هذا، وأنا عندي هواي أصدقاء اللي هم كبار بالحياة، بس أعرف القصة الحقيقية اللي وراها، إنه هو مو شرط واحد دائماً، ماكو هيجي شيء، ماكو شيء إنسان دائماً فرحان ودائماً ناجح ودائماً كل شيء، ماكو هيجي شيء، مستحيل مستحيل. فشوية شوية 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 كنت أقول هاي بس القناع اللابسي، وهذا الحقيقة. وأبدي أفكر شنو هو قناعي اللي أنا أخلي مثلا كل صوري أضحك بيها، وشنو هو قناعي اللي هو حقيقتي اللي بدون قناع، اللي أنا يعني مرات مقهورة ومرات حزنانة ومرات فرحانة ومرات ممنونة ومرات لا ومرات كل هالأشياء. هاي الحقيقة، الحقيقة كل الناس يمرون بيها. ولما تلزمون نفسكم بالغيرة، أحسن علاج إنه واحد يرجع على نفسه، يرجع على نفسه ويحمد ربه على كل الأشياء الموجودة وما أبسطها، بغض النظر قد ما تكون بسيطة. وهيك تبدي مسير إنه واحد شلون يقلب من الغيرة إلى الحمد لله على كل الأشياء الموجودة عندنا. كل حبي لكم، أرجو أن يساعدكم. كل حبي.